الإمام الرضا أخذ من حب الكثير وأخذ من وقت الكثير، لأنني وعدته أمام مرقده في مشهد بكتاب أسميته الإمام الرضا أبعاد روحية وعلمية. الإمام الرضا مهما تحدثت أو تكلمت عليه أبقى مقصرا في أبعاده الحياتية الروحانية وفي حياته الشخصية وفي لاهوته. اسمحوا لي أن أقول لكم، عندما قرأت الإمام الرضا وجدت فيه إنسانا لاهوتيا، إضافة إلى أنه إنسان ناسوتي، عرف الحياة الروحانية وعرف الحياة الإنسانية وعرف الدين بكل أبعاده، وتكلم باسم كثير من المسيحيين في بعض المواقف. الإمام الرضا بقي على إيمانه وبقي على طبيعته ولا غير، وفي ذلك